لننتصب بحكمة ولنسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميع. شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي في ذلك الزمان ذهب التلاميذ 11 إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. فلما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا فدنا يسوع وكلمهم قائلا: إني قد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا الآن وتلمذوا كل الأمم معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميعا ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام. إلى منتهى الدهر